من أجل مدونة الأسرة القوانين التي ننشدها. في تاريخ الحركة النسائية المغربية عشنا الكثير من اللحظات القوية. هاد الندوة اختارينا لها لقاء الجمعية الحركة النسائية ومطالب تغيير الشامل للمدونة. بالنسبة لنا كاتحاد شراكي القوات الشعبية وكمنظمة النساء الاتحادية تنعتبر على أنه كل مطالب تترفع على الحركة النسائية لتغيير مدونة الأسرة ما يمكنش تلقى الطريق ديالها في التشريع وفي المصادقة وفي الإقرار دون أن يتم هناك تكتل حقيقي بين الجمعيات المجتمع المدني النسائية ومنظمة النسائية الحزبية. علاش؟ لأننا نحن جربنا في لحظات كثيرة، اشتغلنا على ترافعات كل واحد فينا بطريقته بأسلوبه، ما قدرناش وصلوا للغاية اللي وصلناها. ولكن إلى رجعنا للمسار ديال انتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، هاد التلاقي بين الجمعيات المجتمع المدني اللي تتشتغل في المجال النسائي والمنظمات النسائية الحزبية دار تغيير كبير. مدونة الأسرة اليوم خاصها تكتل حقوقي وسياسي يمكن يخلينا نوصلوا للتغيير اللي بغيناه، هو تغيير شامل مدونة الأسرة. هاد التغيير اللي أصبح ضرورا بعد 18 سنة من إقرار هذه المدونة، ومن بعد كل اختلال التي عرفها هذا الإقرار، ومن بعد ما أصبحنا نرى على أنه ما كاينش مشكل في المدونة غير ديال الولاية الشرعية ولا تزويج القصيرات ولا النسب ولا إثبات البنوة ولا مشاكل مرتبطة بعقود الزواج ولا المرتبطة بالطلاق. هي كاينة مشاكل كبيرة مرتبطة مجموعة من الاجتهادات القانونية اللي كانت أقل بكثير مما تحمله مدونة الأسرة وأقل بكثير مما أقره الدستور المغربي اللي اتفقوا عليه المغاربة في 2011. إذن نحن كمنظمة نسائية حزبية، كمنظمة نساء الاتحاديات وكجمعيات ديال المجتمع المدني غادي نتكتلوا من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع. ديال فبالتالي كل التراجعات التي تمت في إطار التطبيق على بقية الفصول كان مصدرها هو الفصل 400. هذا الفصل 400 اللي عطى الفقه في حالة ما إلى ما كانش نص صريح في المدونة الرجوع للمشهور والمعروف من الفقه المالكي. وبالتالي حتى ولو وجد نص كان يتم الرجوع، لأننا عندنا الفقهاء موجودين في الدماغ، ماشي فقط لدى الفقهاء ولكن أيضا لدى مطبقي القوانين. فعبر هذا الفصل حرمت المرأة من عديد من الحقوق اللي منصوص عليها في المدونة، وعبر هذا الفصل تم التراجع على العديد من المكتسبات اللي جات فيها المدونة. فبالتالي إلا كنتوا تعرفوها ما عنديناش ندخل في تفصيلها. واللي تيبان لنا الأساسي الآن هو أننا نشتغل لكي لا نكرر تجارب سابقة، لأن إلا استحضرنا كيفاش صدرات مدونة الأحوال الشخصية في سنة 1957 و58، راه نفس الانقلاب وقع على العديد من المقترحات، لأن كان هناك مشروع موعد من طرف وزارة العدل قبل تشكيل ديك اللجنة ديال تدوين الفقه بمجمله وليس فقط الأحوال الشخصية. ولكن المدونة التي صدرت، مدونة الأحوال الشخصية التي صدرت في الكتب الخمسة 1957 و1958 لم تعطي أي قيمة لمذكرة ديال وزارة العدل. مذكرة وزارة العدل كان فيها العديد من المكتسبات، كانت فيها العديد من إعمال العلوم الحديثة من علم النفس، علم الاجتماع، أيضا اعتماد الإحصائيات، اعتماد تصور لوضعية الأسرة المغربية آنذاك في سنة 57. وحنا نعتبر نستحضر جميعا الفورة التي كانت بعد الاستقلال ومشاركة النساء في النضال الوطني لمنع دخول الاستعمار أولا وثانيا للنضال من أجل إخراج المستعمر، والمكانة والوضعية للمرأة والحركات النسائية التي انبثقت آنذاك في منذ الأربعينات، أخوات الصفا، الحركة النسائية لحزب الاستقلال آنذاك. فبالتالي كل هذا استحضرته وزارة العدل، لكن اللجنة التي شكلت من الفقهاء لم تعير ولم تنتبه ولم كأن هذا المشروع ديال وزارة العدل غير موجود. فبالتالي أخرجت لنا مدونة الأحوال الشخصية، واللي بعد أربع سنوات من خروجها في سنة 1961 بدأت محاولة التعديل الأولى من طرف القضاة
فبالتالي هنا تنستحضروا الدور القضاة آنذاك الذين واللواتي كانوا مشبعين بالتوجهات اللي كانت آنذاك في بداية الاستقلال، وأيضا ناضل القضاة في 65 لأجل مدونة جديدة وهيئوا مشروع مدونة، لكن مع ذلك تغولت هذه المدة هذه المدونة لأكثر من 50 سنة واستعصت عن أي إصلاح النساء بصفة عامة وأيضا إصلاح مدونة.